نعرف تفاصيل أكثر من ضيفنا على الهاتف الدكتور نزار سامي، مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بعد التحية لك دكتور، حدثنا عن أهمية صعود مصر 5 مراكز في مؤشر الابتكار في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مساء الخير يا فندم، ومبروك انه صعود مصر ل5 درجات الى الاعلى في مؤشر الابتكار العالمي. يمكن خلينا نقول كده، فكره المؤشرات هي عباره عن مجموعه من المقاييس بتضعها المؤسسه الدوليه زي الامم المتحده لقياس مدى تقدم الامم. احد هذه المؤشرات زي مؤشر التنافسيه العالمي، المنتدى الاقتصادي العالمي اللي بيحطه، المؤشر الثاني هو مؤشر الابتكار او جلوبال انوفيشن اندكس. وحقيقه المؤشر ده ندي للساده المشاهدين فكره عنه، هو بيقيس مدى ارتباط عمليه الابتكار في الدول ومدى تقدمها والخطوات التي تاخذها المؤسسات والحكومه في هذا المجال. وبالتالي النهارده لما بنلاقي انه السنه اللي فاتت واللي قبلها مصر كانت في مرحله التسعينات، السنه دي تقدمت 5 نقاط الى الامام، ده بيعكس حقيقه مجهود اللي حصل على ارض الواقع، لانه المؤشر ده بيقيس حاجات بعينها محدده. زي ايه يا دكتور؟ يعني لو احنا بنتكلم على مؤشر الابتكار العالمي، هو ليه مجموعه من المدخلات ومجموعه من المخرجات. على سبيل المثال مثلا الاهتمام بالعامل البشري والابحاث، الاهتمام بالبنيه الاساسيه، بنيه تكنولوجيا المعلومات والبنيه الخاصه او منظومه اداره الابتكار، النفاذ الى الاسواق ده جزء مهم جدا، تسويق مخرجات البحث العلمي والابتكار ده جزء مهم جدا، وجود الحوكمه الموجوده في هذه المؤسسات. ويمكن شهدنا الاسبوع الماضي اطلاق الاستراتيجيه الملكيه الفكريه في مصر. صحيح، برضو اتكلمنا عنها باستفاضه كمان، حدث يعني رائع ومتميز جدا. ومخرجات هذا المؤشر زي المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قياس مستوى الإبداع في المجتمع. حقيقة كل دي النهاردة علامات فارقة، أو بتدي في إحنا المجهودات اللي بتاخدها الجهات والمؤسسات وبالتالي الدولة في دفع هذا شأن الابتكار إلى الأمام، حقيقة مجهود طيب. لأنه لو رجعنا بقى نربط مجهود طيب ومجهود مثمر، يعني بقينا نمره 89 بدل 94، يعني قفزه 5 درجات. صحيح، احنا بنقيس بالمعدل، معدل الزياده قد ايه، فطبعا ده معدل كبير. هل في تاني مزيد؟ طبعا في مزيد والمزيد، وده اللي احنا عايزين نفعله، هو خلق ثقافه الابتكار في جميع المؤسسات. الحقيقه سواء كانت مؤسسات التعليمية، المؤسسات الصناعية، المؤسسات التجارية، وحتى مؤسسات الدولة بذات نفسها، وتفعيل فكرة الابتكار بصورة عامة والابتكار الاستراتيجي كمان. انعكاس ده ايه يا دكتور على الصناعة، على المناخ الاستثماري كمان، خصوصا مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؟ بشكر حضرتك على السؤال ده، لأنه حقيقة لو احنا بنتكلم على الاستثمارات، المستثمر او الجهات الاستثماريه باشكالها المختلفه لما بتيجي تدخل اي مكان بتبتدي تبص تشوف هو انا ليه هحط فلوسي في هذا المكان؟ هل في بيئه مواتيه؟ هل في قدرات بشريه قائمه على دفع عجله الصناعه؟ وبالتالي اقدر ان انا استثمر في العامل البشري، ومن ثم المنتجات بتاعتي او الافكار او المشروعات بتاعتي هتتحرك بشكل امثل. فبالتالي المعيار القياس هو المؤشرات الدولية. فلما بنلاقي صعود مصر في المستويات المختلفة أو المؤشرات الفرعية الخاصة بكل مؤشر الابتكار، دي علامة النهاردة طمأنة، علامة جيدة جدا بتقول للاستثمار أنه إحنا في الطريق الصحيح. وبالتالي رسالة بتقول أنه في خطوات، في عملية حوكمة موجودة، اطلاق الاستراتيجيه دي عمل غير مسبوق، لانه جزء كبير جدا حمايه الابتكارات. يعني الشركات النهارده عندها يمكن جزء مكون رئيسي هو الار ان دي او ريسيرش اند ديفلوبمنت او البحوث والتطوير في الشركات النهارده. فلما يبقى في منظومه وطنيه بتضمن وتحمي هذه الافكار بصفه كانت قبل كده مشتته او مفرقه بين مجموعه من الجهات، النهارده ما يبقى في كيان النهارده جهاز قومي قائم على إدارة الملكية الفكرية، وبالتالي
بنسميه المونيتايزيشن بقى بتاعتها، ان احنا او تسويق او الكوميرشاليزيشن بتاعه البراءات الاختراع او الذكاء الفكريه كلها تحصل عليها، ده بيدر عائد كبير جدا 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 على المصانع، بيحفز العاملين ان كل واحد النهارده ما يستهينش بفكره بسيطه ممكن انها تؤدي الى احداث تطور رهيب او احداث قفزات في العمليه الانتاجيه. يمكن عندنا نماذج صناعيه كثيره موجوده في مصر، افكار بسيطه جت من العماله او جت من الساده المهندسين او حتى الاداريين، اسهمت في احداث طفرات في الانتاج ووفرت تكاليف وبالتالي ساهمت في زياده التنافسيه. كل دي النهارده معايير بقى في اطار بيضمن جوده تاديه الخدمات وبالتالي بيحمي الفكر ككل، فكره الابتكار بصفه عامه. أيوة. وبالتالي اثبتت النمو بصفه خاصه. نعم، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كنت معنا الدكتور نزار سامي مدير برنامج الابتكار ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.